طيب أستاذ وديع، وجدنا أن هناك بعض التحركات الشعبية في تركيا تناهض يعني الحرب في اليمن وما تسببه من مأساة إنسانية. اليوم عدم حضور الوفد اليمني لقمة اللجنة الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي، كيف يمكن قراءته؟ يعني الأستاذ يوسف كاتب أغلو قال لو كانت الحكومة التركية لا تريد الاعتراف بالحكومة الشرعية اليمنية لطردت السفير اليمني الذي لا زال يعمل في أنقرة في إسطنبول. كيف تقرأ عدم حضور الوفد اليمني للقمة اليوم؟ حكاية طرد الحكومة التركية وهذه الفرضية أعتبرنا غير منطقية وغير عقلانية أصلا، لأنها سيكون خروج عن الإجماع العالمي الذي يعترف بالحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد الرب منصور هادي، وأنه سيكون انحيازا واضحا وغير مقبول حتى أخلاقيا من قبل تركيا وغير مستوعب كذلك. أعتقد بأن هذا رأيا شخصيا يمثل من قاله أولا فقط. يعني ثانيا لا بد الإشارة أيضا بأن هناك قصور كبير من قبل الحكومة اليمنية أيضا في مسألة يعني تعريف الإخوة الأتراك بحقيقة ما يجري في اليمن. هناك قصور في مخاطبة الأتراك بلغتهم أيضا، هناك قصور من قبل أيضا المعنيين في السفارة وفي الوزارة الخارجية وفي الحكومة بشكل عام في مسألة التواصل، لأنه حتى الآن كثير من نلتقيهم أو بعض من ملتقيهم من رجال الإعلام أو السياسة الأتراك يقولون بأن للأسف مصدر معلوماتهم عن القضية اليمنية هو فقط الإعلام الأجنبي الذي يكتب، وللأسف أيضا كذلك ينقل عن قنوات يعني تعتمد على معلومات حوثية في أغلبها أيضا. تقدم مسألة الانتهاكات الإنسانية الذي يقوم بها التحالف بشكل واسع على حساب تغييب كذلك الانتهاكات المستمرة التي يقوم بها. ولعلي أضيف إليك أستاذ وديع بأن يعني كثير من الاحتجاجات التي تقام ضد السفارة السعودية مثلا بخصوص الحرب في اليمن تحديدا هي من أطراف يعني توالي أطراف طائفية داخل اليمن. أيضا هناك حركة زينبيون، جمعية أهل البيت، هذه كلها حركات تنظم مسيرات في تركيا ضد الحرب اليمنية وكأنها لا تلتفت تماما لقضية الانقلاب والشرعية. طبعا أكيد مثل هذه المسيرات أو هذه المظاهرات الرمزية لا يمكن بأي حال الأحوال احتسالها لأنها موقف شعبي تركي، لأنها أصلا محدودة جدا وتأتي في سياق الديمقراطية والحرية التي تتيحها المناخ السياسي التركي أصلا، ولا يمكن الاعتراض عليها. لكن بمعنى لا تعبر عن الاتجاه الرسمي أو الشعبي بشكل عام، لا يمكن أبدا أن تحسب بأنها توجه رسمي أو حتى شعبي من قبل تركيا. تركيا 90 مليون، لا يمكن أن يعبر عنها 4000 أو 2000، يعني هذا الذي أقصده.